وكل اواني والى دار الداهرين المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة. هلما اسكن فينا وطهرنا من كل نجس وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوسا الله، قدوسا القوي، قدوسا الذي لا يموت ارحمنا. لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى ظهر الدائرة. آمين. هلم نجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلم نجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلم نسجد ونركع للمسيح، هذا هو ملكنا ربنا وإلهنا. بارك يا نفس الرب. أيها الرب إلهي، لقد عظمت جداً الاعتراف وعظم الجلال. لبست أنت المتسربل بالنور كالثوب، الباسط السماء كالخيمة، والمسقف بالمياه علاليه، الجاعل السحاب مركبة له، والماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهبنات، المؤسس الأرض على استيثاقها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين، رداؤه اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، ترتفع إلى الجبال وتنخفض إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، جعلت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجع فتغطي وجه الأرض. أنت المرسل العيون في الشعاب، في وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياط، تقبل حمير الوحش عند عطشها، عليها طيور السماء تسكن، من بين الصخور تغرد بأصواتها. أنت الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض. أنت الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبزا من الأرض، والخمر تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت، والخبز يشدد قلب الإنسان. تروى أشجار الغاب أرض لبنان الذي غرسته، هناك تعشش العصافير، ومسكن الهيرودي يتقدمها. الجبال العالية للأيائل، والصخور ملجأ للأرانب. صنع القمر للأوقات، والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل، وفيه تعبر جميع وحوش الغاب. أشبال تزأر لتخطف وتلتمس من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيرها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى خدمته حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع. هناك دبابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار، هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت. تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون، وتجدد وجه الأرض.
ليكن مجد الرب إلى الدهر. يفرح الرب بأعماله الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإله ما دمت موجودا. يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب. لتبد الخطأ من الأرض والأثم حتى لا يوجد فيها. باركي يا نفس الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب. Von oben und das Heil unserer Seelen lasse zum Herrn uns beten. كنا يوحنا ورؤساء الكهنة والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής χώρας και πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. Schütze uns Gott durch deine Gnade. Calling to remembrance our all holy, immaculate, most blessed and glorious Lady Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves to each other and all our life into Christ our God. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكلان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا فاستمع
فإن
قد تذللت جدا.
ومن زحد Oh,
الحكمة فلنصطفي. يا في هذه العشية المباركة ثلاث قراءات. القراءة الأولى من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى الجامعة. يا إخوة، مبارك هو الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي على حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، لميراث لا يبلى ولا يفسد ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لكم أنتم الذين تحرسكم بالإيمان قدرة الله لخلاص سينكشف في اليوم الأخير. به تبتهجون مع أنكم الآن قد أغممتم يسيرا في تجارب متنوعة، إن كان ذلك من الواجب، بحيث إن امتحان إيمانكم الذي هو أثمن من الذهب الفاني، مع كونه يختبر بالنار فيكون أهلاً للمديح والكرامة والمجد عند ظهور يسوع المسيح الذي تحبونه وإن لم تروه، ومع أنكم لا ترونه الآن تؤمنون به فتبتهجون بفرح ممجد لا يوصف، فائزين بغاية إيمانكم وهي خلاص النفوس. القراءة الثانية من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى الجامعة. يا إخوة، نبه أذهانكم وكونوا صاحين، وارجوا رجاء كاملا النعمة التي يؤتى بها إليكم عند ظهور يسوع المسيح في المجد. وكأولاد الطاعة
لا تتبعوا شهواتكم السالفة في جهالتكم، بل على مثال القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضاً قديسين في تصرفكم كله، فإنه كتب كونوا قديسين فإني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون الله أبا وهو الذي يدين بغير محاباة للوجوه على حسب عمل كل أحد، فاسلكوا بالمخافة مدى غربتكم، عالمين أنكم لم تفتدوا بالفاني من الفضة أو الذهب من تصرفكم الباطل الذي ورثتموه من آبائكم، بل بدم كريم، دم حمل لا عيب فيه ولا دنس، وهو المسيح. القراءة الثالثة من رسالة القديس بطرس الأولى الجامعة. يا إخوة، أطلب إليكم كالغرباء والنزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، ليكن تصرفكم بين الأمم حميداً، حتى إذا تكلموا عليكم كأنكم فاعلو شر يلاحظون أعمالكم الصالحة فيمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا إذن لكل خليقة بشرية من أجل الرب، للملك كسلطان أعلى، وللولاة كالمرسلين من قبله للانتقام من فاعلي الشر وللثناء على فاعلي الخير. فإن مشيئة الله هي أن تسكتوا بأعمالكم الصالحة جهالة القوم الأغبياء. كونوا أحراراً، ولكن لا تكونوا كمن يجعل الحرية ستراً لخبثه، بل كعبيد لله. أكرموا الجميع، أحبوا المؤاخاة، اتقوا الله، أكرموا الملك. أيها الخدام، اخضعوا لسادتكم بكل مخافة، لا للصالحين منهم والحكماء فقط، بل لجفاة الطباع أيضاً. فإن من النعمة أن يكابد المرء المشقات ويتحمل الظلم لأجل ضمير مطيع لله. وبالحقيقة، أية مفخرة لكم إن لطمتم وأنتم خاطئون فصبرتم، ولكن إن كنتم تتألمون وأنتم فاعلو خير فصبرتم، فإن في ذلك نعمة لدى الله. ولهذا دعيتم، لأن المسيح أيضاً تألم من أجلكم وترك لكم مثالاً لتقطفوا آثاره. إنه لم يصنع خطيئة ولم يوجد في فمه مكر، وكان يشتم ولا يرد الشتم، وكان يتألم ولا يهدد، لكنه فوض أمره إلى الذي يحكم حكما عادلا، وحمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. والسبح لله دائما. لنقل جميعنا من كل نفوسنا ومن كل أذهاننا، لنقول كيريليسون كيريليسون كيريليسون. أيها الرب الضابط الكل، لا بينا نطلب إليك، فاستجب وارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك، فاستجب وارحم. الموجودين في هذا الدير المقدس والمحسنين إليه والذين يخدمون فيه، وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل المطوبين الدائمين الذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس،
ومن أجل جميع المنتقلين من أبينا وإخوتنا الأرثوذكسيين الرافدين ها هنا وفي كل مكان. وأيضاً نطلب من أجل إخوتنا الذين في الخدمات والأمراض ومن أجل جميع الذين يخدموننا ويحسنون إلينا وجميع الذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ونحفظها في هذا المساء بغير خطيئته. مبارك أنت يا رب إلى أبائنا مسبح مجد اسمك إلا بعد يمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمنا وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك. مبارك أنت يا قدوس وأنرنا بعدلك. يا رب رحمتك إلا بعد عن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح وبك يليق التسبيح. لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس. الآن وكل أوان ولدار الداهرين. سلام مرشدا امينا حافظا نفوسنا واجسادنا الرب نسال. مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسال. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالمين الرب نسال. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البكولية مريم مع جميع القديسين فنن ذواتنا بعضنا بعضا كل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى نهر الدائرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. نحني روسنا للرب. أيها الرب إلهنا يا من طأطأ السماوات ونزل لخلاص جنس البشر انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك فإن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخضوا أعناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر غير منتظرين المعونة من البشر بل منتظرين رحمتك ومتوقعين خلاصك فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل مصونين من كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة ليكن عز ملكك مباركاً وممجداً أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد للآبين.
eleison imas o Theos kata to mega eleos o de me faos epakuson ke eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ayo al-matlubu min ajli hukamina wa muazaratin fi kulli amalin salihin. Ya Rabbu rahim, ya Rabbu rahim, ya Rabbu rahim. Ayo al-matlubu min ajli abina wa patriarkina Yuhanna. Kyrie eleison, Kyrie والافتقاد والمسامحة وغفران الخطايا لعبد الله جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذا الدير المقدس والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وزواره والمحسنين إليه وعبد الله مقدمي هذا القربان والمحتفلين بهذا العيد الشريف وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم وراحة نفوس موتاهم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وايضا نطلب من اجل حفظ هذا الدير المقدس وجميع الاديره والمدن والقرى من السخط والجوع والوباء والزلازل والغلط والخريف والسيف ومن غارات القبائل الغريبة ومن الحروب الأهلية والموت الفجائي ومن أجل أن يكون لنا إلهنا الصالح والمحب البشر شفوقاً ورؤوفاً متعطفاً ليصرف ويبعد عنا كل سخط يثور علينا وينقذنا من وعيده العادل ويرحمنا. وأيضاً نطلب من أجل أن يستمع الرب الإله صوت تضرع نحن الخطأ ويرحمنا. كيري أليسون يا رب ارحم، كيري أليسون. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع عقاصي الأرض والذين في البحر بعيداً. كن غفورا لنا يا سيد، كن غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، لنا وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم. جزيل الرحمة الرب يسوع المسيح إلهنا بشفاعات كلية الطهارة سيدتنا والدة الله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبطلبات قوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبينا القديسين معلم المسكونة رؤساء الكهنة العظماء باسيوس الكبير غريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وبين القديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وبين القديسين ميليتيوس وبطرس بطريرك أنطاكيا وبين القديسين نيكولاوس رئيس ساقفة ميراليكيا سبيريدونوس كوفتريميثوس العجائبيين والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جورجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ثيودروس تيروني ثيودروس قائد الجيش والقديسين إغناطيوس وبوليكربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجدين الشهداء المتألقين بظفر وبين الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع بين الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين يواكيم وحنا جدي المسيح لله والقديسين الرسولين بطرس وبولس مؤسسي الكرسي الأنطاكي المقدس اللذين نقيم تذكارهما اليوم جميع قديسي اجعل طلبتنا مقبولا. آمين. هبنا غفران زلاتنا. آمين.
واسترنا بستر جناحيك. آمين. واطرد عنا كل عدو ومحارب. آمين. وامنح السلام لحياتنا يا رب، وارحمنا وارحم عالمك، وخلص نفوسنا بما أنك صالح ومحب للبشر. إلهنا، يا من بارك الخبزات الخمس في القفر وأشبع منها 5,000، أنت بارك أيضا هذه الخبزات والقمح والخمر والزيت، كثرها في هذا الدير وفي عالمك أجمع، وقدس عبيدك المؤمنين الذين يتناولون منها، لأنك أنت الذي يبارك الأشياء كلها ويقدسها، أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له، وروحك الكلي قدس الصالح والمحي لنا وكل آن وإلى دهر الدائرين. الأغنياء
السيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس طهر وشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين للبشر كل حين لنا وكل أوان وإلى نهر الداهرين آمين. المجد لك يا إلهنا ورجانا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي بشفاعات أمك كل الطهارة البرية من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحي وطالبات القوات السماوية المكرمة عادمة الأجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين الرسل المشرفين الكل مديحهم وبين القديسين الشهداء المتألقين بالظفر وبين الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين جدي المسيحيين والمحمد والقديسين الرسولين العظيمين مؤسسي الكرسي الطاهرين المقدس بطرس وبولس الذين يكون أذكارهم يوم يوم القديسين Amen.
يطول عمركم جميعا. أبونا الأولى والجؤن يطول عمركم وإلى سنين عديدة أنتم. شكرا لحضوركم جميعا.